أقدم بكل الشكر والتقدير لكل الشخصيات المحترمة الوطنية اللي جت النهاردة عشان تساندنا في يومنا واحتفالنا بتدشين وانطلاق حركة تمرد 28 إبريل. أحب أوجه تحية شكر وتقدير لقواتنا المسلحة حامي الشعب المصري وتحية للشرطة المصرية اللي بتواجه الإرهاب الحقيقي على أرض الشارع وتحية للرجل الوطني المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. ولا يسعني غير إني بالإنابة عن حركة تمرد أنحني شكرا وتقديرا للشعب المصري العظيم اللي كان صمام الأمان للدولة المصرية.